بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظر الفكر من دلال الأوصاف المحمدية الأولى توجه إلى الله متوسلا بسجده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، أجد على سعي به مشكورا وفعلي به محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فقد أرضى أغفرة وأرقى بعزة تحت الرحال وتغشاها منه الفيوض الوامرة. أتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين، عبدك صادق الأمين، سيدنا محمد، سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين. أنت تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحبيب سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأبي الأكبر المحمد لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن بموادن القرب ومظهر، واسمع ذلك في عبادك وسرك وشرك لأهل بلادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقتربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاهظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي ترك اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين. أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل. نسأل الخاتمة ونعلمك المسيء الخاتمة، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره على الله رحمه بركته وشريك بجهاده أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأكرم راية الدين للقوم في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة، معناه وصورة، مكشف اللهم كربة المقومين، واقض إلينا المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن حصير من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن حصير من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وألمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أصبح آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.